acknowledged. اهلا بكم في مقطع جديد من لعبة ديستني 2. طبعا زي ما شايفين كنت انا نفسي يطيح لي المونت كارلو روتو رايبل، لكن حظ الاشقر طيح لي اكزوتيك من السنة الاولى. على العموم ما في مشاكل، هذا حظي وانا عارفه. طيب نروح نشوف بانشي ايش عنده. طيب بانشي عنده الباونتيات اليومية، يباك تذبح بالفويد، سلاح الفويد، اي سلاح فويد، لكن الباور وابن وانك تذبح جارديان بالفويد بالبروغريس او انك تخلص الباونتي بسرعة، لكن هو يخلص بسرعة على العموم، فاذبح باي سلاح ما يهم. هنا باك تذبح بالسنايبر، وهنا باك تذبح بالسب ماشين، طبعا في اي مكان في العالم. طيب المودات عندك البولس رايفل تارجت اكوزيشن، طبعا المود هذا بيضبط لك الاكوراسي وكمان بيخليك تعين بسرعه. فالبولس رايفل حلو، انا صراحه احب العب فيه، واغلب لعيبه ديستني يحب يلعبوا بالبولس، فمود مهم جدا. المود هذا تركبه على السلاح بيسوي لك دمج اضافي للانمي اللي الهيلث حقهم او الصحه حقتهم باللون الاحمر. طيب الابجريد مديول يحتاج هنا ماتيريال كوكب الارض، والابجريد مديول الثاني يحتاج الماتيريال حقه القمر مون. الانهاسمنت بريزم تحتاج منك ماتيريال كوكب تايتن. الاسند تشارد تحتاج منك ماتيريال دنجل شور. طبعا يبقى 10 انهاسمنت بريزم، صراحه انا اشوف مبالغ فيه انه 10 انهاسمنت بريزم، ولكن هذا هو الحال. طبعا الجليمر 50,000 جدا مبالغ فيه، فما ادري ايش رايكم، هل هم مبالغين فيها ولا لا. طيب نروح نشوف سبايدر ايش عنده. I think you'll find our friendship agreeable. طيب سبايدر بيبيع ماتيريال كوكب مارس بواحد ليجندري شارت، وبيبيع ماتيريال كوكب ميركوري بواحد شارت، بيبيع ماتيريال كوكب نيسس هذا كويس بالجليمر 5000 جليمر بيعطيك 5 ماتيريال، وهنا القمر طبعا بيعطيك ماتيريال القمر ب 5000 جليمر. طبعا هذه اثنين ممتازة، انا بدي اشتري كمية صراحة منه. طيب هذا ببساطة كان مقطعنا اليوم، أتمنى أن يكون عجبكم، وإن شاء الله نشوفكم في مقطع جديد بإذن الله. مع السلامة.